هاستر هو تيبل ريزرفيشن للمطاعم بتاخد على حجوزات يعني مثلا بس يدق التليفون فيك تاخد حجز فور دينر او فور لانش بتهين عليك الريزرفاسيون كيف تنظمهم وبتقسمهم ساعتها بصير تعرف شو في عندك جاي للغدا وشو في عندك جاي للعشاء اي ساعات جايين في بين عندك اذا لغو اي سكشن جوا او برا بس تاخد الريزرفاسيون من بعد متاكد مع الزبون فيك تحط انه هيز كونفيرم إذا بعد ما أكد معك بتحط إنه pending إذا لغى ببين عندك ليه لغى إذا كان عندك مثلاً جروب كبير بدك تجمع طاولات مع بعض بهين الشغل للهوستس وللزبون للهوستس لأنه بتلاقي الحجز بطريقة أسرع وين قاعد وللزبون ما بنطر كتير ليلاقي طاولته to be seated بس تاخد حجز فيك تاخد كذا رقم للجاست عندك ما في لزوم تعتمد على نمبر واحد ببينه عندك اثنيناتهم مش as a note as two numbers وفيك تزيد نوت على الريزرفاسيون بتبين عندك على البلان ما في لزوم تفوت ترجع على كل كونتاكت تشوف شو حاطط انت نوت للزبون هذا الشيء بسرع اكيد الشغل لإلك للطريقه تتلاقي الحجز فيك تعمل سيرش دغري ببين عندك الاسم ببين كل شيء انفورماسيون عنده وين قاعد شو النوت اللي انت حاططهم كرمال قاعد الزبون في افانتاج حلو بالسيستم انه تقدر تحجز مش بس لنفس النهار فيك تحجز لبعد جمعة بعد شهر لتاني نهار فيك تحطهم على الطاولة اللي بدك اياها لو مش لنفس النهار والحلو بالافانتاج يعني بهيدا السيستم بيستعملوه الويترز لما ببين عندهم حتى على الايباد انه وصل الحجز ساعتها بتصير هين عندهم اذا في عندهم هابي اور على الطاولة او حدا قاعد يقدروا يعطوه التشيك كرمال يقوم قبل ما يوصل ويقعد الزبون هيك بطل نطر الزبون كتير تا يقدر يقعد على طاولته